وشروطه الخمسة المعروفة التي هي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. ولهذا جاء النص على الاستطاعة تأكيد على أهمية هذا الشرط، لأن بعض الناس بل كثير منهم قد لا يستطيع، والاستطاعة إما بدنية وإما مالية، وقد أيضا يدخل من خلالها من خلال التعليمات والتوجيهات أيضا الاستطاعة النظامية. الاستطاعة النظامية مثلا الآن هناك تعليمات وتوجيهات أن يكون الحج بتصريح، وذلك على مقتضى قواعد الشريعة ومقاصدها، وعلى التخفيف على الناس واليسر عليهم وعدم إعناتهم والمشقة عليهم. المرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود محرمها، وهو من تحرم عليه على التأبيد.